احنا الساعة واحدة عشر انا مين يخاف صم لك بالله صحي النوم والنار فوق الخيمة صحي النوم صحي ببنات انا بقى سمع بنات صحي ببنات واجري يما الحقوا يما النار فينا يما احنا جايت هذا شيء شطية وهذا محروق وهذا بالصوم يا عم ايش عملنا احنا ناس نامنين نايمين في بيوتنا في خيمنا ارجع ورا يا راجل